سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. أيها الأحباب، إننا نؤكد أن نقابة المحامين معكم الآن في الميدان كما كانت معكم في الميدان. نحن معكم أيها الأحباب، نحن نصوت على الشعب المصري بدمائنا، نحن نصوت على الشعب المصري بدمائنا.
والنيابة خاضعة للقضاء وليست لوزير العدل ولا للسلطة التنفيذية. وزير العدل ونيابة ونيابة خاضعة للقضاء الفاسدة التي أبيد في ثورة 25 يناير المدينة. واجب علينا أن نسترد حق الشهداء في ميدان التحرير أيها الأحباب، محاكمات سريعة للقتلة وصفات الدماء. يجب أن تكون هناك دوائر مخصوصة وسريعة منعقدة باستمرار. هذه المصر في كل مكان.